اليوم عندي شاشة مميزة من شركة نيكستلي. شنو اللي عجبني فيها واللي مميز فيها؟ إيه عجبتني، عجبتني لدرجة أني أنا قاعد أصور هذه الحلقة عن طريقها، حاطها قدامي وأشوف نفسي. فشنو اللي يميز هذه الشاشة وليش أنا قاعد أستخدمها اليوم؟ خلكم معي. أول شيء خلنا نتكلم عن الشغلات اللي أنا شخصياً حبيتها في هذه الشاشة وخلتني اليوم أسجل الحلقة عن طريقها. الشغلة الأولى أن الحجم 7 إنش، بحيث أني أنا لما أبي أستخدمها وممكن تكون شوي على مسافة مني هم راح أقدر أشوف كل التفاصيل بشكل وايد حلو. الشغلة الثانية أنه يركب لها إكسسوار دايركت عليها، يعني بحيث أني أنا لما أركب جهاز ترانزميت مثل الجهاز اللي أنا مركبه هذا ما أحتاج أني أركب له بطارية بروحها منعزلة ولا أدور له مثلاً ستاند أو شغلة منعزلة أني أنا أسند عليها، لا أنا أقدر أركب دايركت على الشاشة نفس ما هي راكبة قدامكم هني، وبنفس الوقت يأخذ البطارية من نفس البطارية اللي أنا مركبها على الشاشة، هم بدل أنا أركب أكثر البطارية مع بعض هي بطارية واحدة راح تشغل الإكسسوار اللي أنا مركبه وأيضا الشاشة. هذه الشغلة وايد شدتني. الشغلة الثانية اللي شدتني بهذه الشاشة أن فيها براغي حق الفيرتيكال، أقدر أني أنا أثبتها على ترايبود وخلافة بطريقة رأسية، خاصة أن الحين المحتوى الرأسي عندنا صار وايد في السوشيال ميديا، فمو دائما نبيها تكون بشكل العرض، مرات نبيها تكون بالشكل الرأسي واحنا قاعد نصور. الشغلة الثالثة ان السطوع في هذه الشاشة جدا عالي، يوصل الى 2200. لو نبي نقارن مثلا تليفوناتنا، تليفون ايفون 13 يوصل الى 800 ومع وضعية HDR 1200، هذه الشاشة تعطي سطوع الى 2200، يعني ضعف السطوع اللي ممكن تشوفونه بالتليفونات. هذا شيء يفيدكم اذا مثلا طالع بمكان فيه شمس ولا فيه انارة وابي اشوف بالشاشة، ما ابيها تكون مسودة وياي وتبين كل التفاصيل، فسطوعها جدا عالي، ممكن اني انا اقدر استخدمها في البيئات القاسية اللي ممكن ما تكون الصورة واضحة في بعض الشاشات. الشغلة الرابعة اللي انا حبيتها يمكن بعضكم يضحك، موضوع الكيبل هذا، معها كيبل اي، فانت اغلب الاختيارات تكون موجوده وياكم من البوكس ماله، راح ييكم كاكسسوار مع الشاشه نفسها. الشاشه ايضا يركب لها ميموري عشان تضيفون اللاتس اللي انتو تبونها، فهي تستخدم اللاتس اللي موجوده، وهم الشاشه هذه فيها المواصفات الجميله اللي تكون موجوده عاده في المونيترات اللي تخليها مميزه للكاميرا مالتكم، مثل موضوع الفوكس سبيكينج بحيث انها تبين لكم وين مجال الفوكس بشكل افضل عن طريق تقنيات هذه الشاشه. موجود فيها الفيكتور سكوبس اذا انتم حابين تستخدمون الفيكتور، موجود فيها موضوع الزيبرا اكسبوجر بحيث انها تبين لكم الاماكن اللي السطوع فيها ممكن يكون اعلى من ما تحتاجون او ادكن، فهي تبين لكم اياها عن طريق الزيبرا اكسبوجر. وايضا حق الناس اللي تستخدم عدسات الانامورفيك تسهل لكم موضوع التصوير، بحيث ان فيها شغله اسمها انامورفيك مود اللي تبين لكم الصوره بشكل افضل عن طريق التصوير في عدسات الانامورفيك. انا حبيت الشاشه هذه وايد واستخدمتها في اكثر من سيشن من السيشنات السابقه اللي انا صورتها. لاحظت ان عمر البطاريه فيها زين، لما اركب الان بي باتري ما احس اني قاعد احاتي البطاريه وايد معاها. حبيت موضوع الاكسسوار اللي موجود فيها، هذا بالنسبه لي وايد شيء يخلي العمليه سهله بالنسبه لي. حبيت موضوع اني انا اقدر اخليها على وضعيه الفيرتيكال او اقدر اخليها على وضعيه الهوريزونتال على راحتي، انا الشيء اللي بستخدمه فيها اقدر اني استخدمه. حبيت موضوع السطوع فيها اللي عالي، وكل هذا بالنسبة لسعرها في السوق جدا ممتاز ورائع، المواصفات اللي فيها جدا عالية، وقاعد تصير الشاشة اللي أنا قاعد استخدمها بشكل يومي. شكر خاص لشركة نيكستلي وشكر خاص لشركة AAB World لرعايتهم هذا الفيديو. كان معاكم أخوكم سالم فهد.